بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي ولاء محمود القاضي، بنت المعتقل محمود طلبة القاضي من الطور الغربيه. ببعته كل يوم 11/7 وقت اذان المغرب. كنا في رمضان، بابا كان راجع من اذان، كان راجع من صلاه المغرب من المسجد، اخذوه من قدام البيت. سمعنا صوت صريخ فخرجنا نبص عليه، لقينا الضابط اللي بره اللي كان جايب الحمله قعد يشتم فينا طبعا بالفاظ وحشه جدا، فادخلي جوه وقعد يشتم فينا. فدخلنا جوه واحنا بنبص من جوه من الشباك لقينا بابا في البوكس. خرجنا بعد شويه نبص من البلكونه انفعلنا، فقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. قعد يقول لي طب انا هربيكي كذا طبعا بالفاظ الوحشه بتاعتهم. ودخل رش علينا كلنا غاز مسيل الدموع حتى الاطفال. ولما الجيران اعترضوا وقالوا لهم انتوا بتعملوا فيه كده ليه، راجل محترم وما عملش حاجه في حد وسيرته كويسه، قالوا لهم اي حد فيكم هيتكلم هنغرقكم هنا غاز. وقعدوا قدام البيت تقريبا اكتر من ساعه. بعد كده اخذوا بابا تقريبا اسبوع ما عرفناش عنه اي حاجه. بعد كده عرفنا اتعرض في مجمع محاكم المحله، عرفنا ان هو اخذ 15 يوم. طبعا فترة الاختفاء دي بتبقى فترة صعبة جدا، احنا مرينا بيها مدة اختفاء بابا، تبقى فترة صعبة جدا، تبقاش عارف تعمل ايه ولا ومهما عملت تسأل ده هو فين. طبعا بينكروا اصلا مكان وجوده، بينكروا اصلا ان هم اخدوه. طبعا بقى الزيارة في زي ما قلت في التفتيش بيبقى صعب جدا، بيقلبوا الاكل كله اصلا على بعضه، ولو اتكلمت اصلا بيلغولك الزيارة. المهم احنا طبعا بنبدا بقى بنصحى طبعا من اليوم ده اصلا ما بننامش، بنجهز الاكل من بالليل عشان خاطر نروح نلحق بقى تقف في دورك على ما تفتش وكله وعلى ما بقى يزعقوا شويه ومش عارف ايه. يا دوب ندخل يعني الزياره بقى، يا دوب احنا بندخل هو سلك وبعد كده سور وبعد كده السلك اللي احنا بنكلم بابا منه، هو تقريبا هو ازيك يا بابا عامل ايه انتوا كويسين انا كويس بس كده. وبعد كده لو اتاخرنا شويه بيشدوه قدامنا ويدخلوه جوه. كذا مره قبل كده الزياره اتلغت لناس قدامنا عشان خاطر بيعترضوا، يعني بيعترضوا على كده وبيعترضوا على طريقه التفتيش يعني. بابا امبارح اترحل هو ومجموعه من الناس معاه، اترحلوا سجن طنطا العمومي. وطبعا ما فيش زياره قبل 12 يوم، يعني احنا قبل 12 يوم كده مش هنعرف اي حاجه عنه. طبعا عدم وجود بابا معايا مأثر عليا جدا، خصوصا انا طالبه في ثانويه عامه، كنت محتاجه بابا معايا في وقت زي ده. اي مشكله تواجهني كان هو اللي بقى بيحلها لي، لان انا متعوده طول عمري ان بابا هو كل حاجه، هو اللي بيجيبها لي كل حاجه، هو اللي بيعملها لي اي مشكله هو اللي بيحلها لي. فاحنا بقى فقدنا بابا والاب والاخ وكل حاجه، يعني كل حاجه في حياتنا اصلا هو اللي كان بيعملها، يعني حتى ما فيش اي حاجه اصلا احنا كنا بنعملها اصلا يعني. فطبعا مسؤوليه كبيره قوي علينا، حتى هو مش يعني مش مصدق اصلا احنا عايشين ازاي يعني. بس الحمد لله انا عارفه احنا عارفين كويس ان هو ربنا معاه وان هو ما عملش حاجه غلط، وان هم على اي اساس اصلا ياخدوا واحد من الشارع كده ويلفقوا له تهم ويدخلوا بيته ويشتموا بناته ويهزقوهم ويعملوهم بالطريقه دي. انا عاوزه اقول لبابا اثبت ان شاء الله، احنا ان شاء الله ثابتين عشان انت ثابت ان شاء الله. كل الناس عارفه ان انت اشرف راجل موجود في البلد دي، وكل الناس حتى كانت يعني مستغربه ان هم ازاي يمسكوا واحد زي بابا. حتى الناس اللي كانت مؤيده للسيسي وللشرطه ولكده، حتى يوم ما بابا اعتقل الناس كلها كانت مصدومه، يعني كانوا مستغربين. حتى الجيران يعني كانوا يعني حتى عيطوا، يعني بكوا قدامنا كده ان هم ازاي بيعاملوا الناس كده. هم ما كانوش متخيلين ان الشرطه بتعامل الناس كده، كانوا مصدقين الاعلام يعني، شافوا بعينهم وصدقوا وعارفين كويس. يعني هم عارفيننا كويس قوي وعارفين بابا كويس ان هو عمره ما ظلم حد، بالعكس وطول عمره بيحب البلد دي وبيحب الناس، وعارفين ان هو راجل ملتزم وعلى الاقل كلهم قالوا هي كلمه واحده، هو عمل ايه ده، هو متاخد من المسجد اللي بابا فيه ده وسام وشرف لينا، تاج على راسنا كلنا. طول عمرنا فخورين بيك يا بابا، وانت طول عمرنا مصدر عزتنا. الاعتقال ده زاد عزتنا وفخرنا بيك. وانا مبسوطه جدا والله ان انت ربنا حطك في المنحه دي، مش محنه، هي منحه. ربنا يثبتك ويثبتنا ويثبت كل الناس اللي معاك ويرجعك لينا ان شاء الله بالسلامه. وان شاء الله قريب هنقول لك ذهب الاسر وبقي الاجر ان شاء الله. هيجي اليوم اللي بابا هيخرج فيه من الاسر اللي هو فيه ده، وهيكون ده طبعا ماضي جميل نفخر بيه طول عمرنا. رساله لكل ظالم وكل واحد عاون الظالمين، ان شاء الله الظلم هيدور عليكم، لان الظلم مش بيقف علينا احنا بس،
وانتوا كده كده ان شاء الله هتشوفوا هتدوقوا الذل، عشان انتوا عاونتوا الظالم، وانت كده اشبه بالظالم يمكن اظلم منه كمان، عشان انت ساكت على الظلم حتى لو ما كنتش بتعاون الظالم فانت ساكت عليه وساكت على الحق شيطان واخرس. ان شاء الله كلكم تتحاسبوا على اللي انتوا عملتوه ده، لو ما كانش في الدنيا ان شاء الله هيكون في الاخره، هنقتصم منكم يوم القيامه، وان شاء الله هنشوفه في في الدنيا قبل ما نشوفه في الاخره، عشان انتوا ظالمين. ربنا عمره ما هيرضى بالظلم ودموع اهالي المعتقلين ودموع اهالي الشهداء ودموع ام فقدت ابنها ولا بنتها، عمرها 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 ما تبقى هينه ابدا على ربنا، حتى لو اتاخرت شويه بس والله ربنا بيقتص، والله العظيم ربنا ما بيسيبش حد، ربنا مش هيسيب حقنا ابدا. فوقوا كده وارجعوا لربنا، ارجعوا لربنا، وان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا. واحنا عندنا يقين كامل ان شاء الله ان الانقلاب ده هيزول، وان الظلم ده هينتهي مهما طالت مدته، هو هيجي له يوم وهينتهي، لان ربنا سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، ما بالك على عباده يعني. وانا احب اوجه له رساله اقول له يا بابا اثبت، احنا كلنا ان شاء الله ثابتين وصامدين ومستنيين خروجك، عشان انت بجد وحشتنا.